مكان نحل فيه خلافاتنا. ابدا. السوشيال ميديا هي واقع افتراضي، انا وقاعد ورا زراير بكتب عليها، اكتب اللي انا عايزه. ولكن هل النهارده انا استطيع ان احل بيها؟ ليها جانب ايجابي وتوعوي، ولكن مش بالشكل اللي هو مفتوح الى ابعد مدى، وانه اي حد بيقول اي راي وننساق وراءه. من كثره المعلومات المغلوطه، وده كان بيدرس في الولايات المتحدة الأمريكية في الجامعة الأمريكية للطب النفسي، إزاي المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا أدت إلى فساد جزء من وعي الشعب الأمريكي، وفساد قوي هم ملاحظينه وعاملين له متابعة لحظية. نفس القضية عندنا، كم الضغط اللي تمثله السوشيال ميديا علينا وإحنا مش داريانين كم مرعب. على سبيل المثال، الكوميكس اللي بتظهر على عراقة الرجل بالمرأة، أو ضغوط الرجل وضغوط المرأة. في دراسة لطيفة، إنه وإحنا مش داريانين، عقلنا اللاواعي يخزن كثيرا من الغضب. صحيح. على هذه الكوميكس، إزاي أنا يتقال عني كذا، وإزاي الرجالة بيقولوا على الستات كذا، وإزاي الستات بيقولوا على الرجالة كذا، وإزاي الست طول الوقت زهقانة ومضغوطة من شؤون منزلها وشؤون حياتها، وزي الراجل الناحية التانية مضغوط من نفس القضية. مفهوم ان احنا نسري عن انفسنا، ولكن الحقيقة ان الكوميكس دي عبارة عن كوميديا سوداء تؤدي الى احتقان لا شعوري بشكل قوي جدا، بتزود المشكلة وتزيد المشكلة بشكل عنيف.